والحضور ديالي من الاخر بعد جيت نخوي نخوي واحد الهويش فيا لداخل واحد في الامازيغ وانا راه كما كيعرفوا الدراري انا سوسي جيت نحتفل معاهم بالسنه ديالنا الجديده واخا تاجلات جينا معطلين ولكن الاحتفال بغيت نديرو ديك الساعه كان التجمع داك الشيء راك عارف تقدات القضيه الحمد لله جينا بل اصلا راه حيت هادو اللي خدامين عائلتي عمامي فهمتي كاين مع عائلتي هادو كاملين اللي خدامين كنخدم معاهم اللي كانت شي حاجه والدومين ديالي حتى هو راه بوحدو ولا جيتي تشوف راه فن كلشي فهمتي انا فين ما درتي تلقاني ضروري كاع الفنانه لاي واحد سولتيه غتلقاها طرات عليه كورونا ديال بصح عروض دابا موجوده مقادين حيت كانوا عندنا عروض وملي جات كورونا هرست داك الشيء و خدمنا دي سبيكتاكل اخرين غير محطوطين ان شاء الله راه نقادو لها دات وان شاء الله يكون خير عندي مع كلشي كي ندربوك يعيط لك عمك غيقول لك اش تخدم كدا قلت ليه مرحبا ضروري ما جيت وكنبغي نقول لهم اسكواس امباركي المغاربه عامه حيت كلشي راه بحال سوسي بحال الامازيغي بحال العربي وكنقول لهم تسناو الجديدين ان شاء الله وراه في مدرسه وتلقاوني في الدربوكه في الفانج وفي الكوميديا في التمثيل في اي حاجه وتحياتي اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة